التطورات التي سيكون لها وقع على التكنولوجيا الوراثية. ممكن أن يكون الباحثان البريطانيان ووستن وكريك لا يعلمان أهمية الاكتشاف الكبير الذي أجري بحثا عنه في عام 1953. حصل على جائزة نوبل عبر تحليل هيكلية الحمض النووي الشفرة الوراثية للحية. أما العلم الوراثي الذي تطور بسرعة كبيرة مع اكتشافاتهم حصل على زخم رائع في السنوات المتقدمة، فإن الأعمال والأبحاث التي أجريت على رموز الحمض النووي كان سبب في تبين أساس بعض الأمراض الوراثية تم التخطط مع مشروع الجينيوم البشري بمشاركة أكثر من 18 دولة وألاف العلماء إلى تحليل أسرار المفاجأة للحمض النووي. تم تثبيت رموز الحمض النووي بكل تفاصيلها بإطار استخدام كل النتائج التي تم الحصول عليها لكل العلماء، وهذا ما كان شأنه في بداية عصر جديد في مجال الصحة. هكذا وفي وقت قصير سيكون العلاج الشخصي ممكنا. سوف يتم تكوين بنك المعلومات تتواجد فيه كل الخصائص الوراثية لكل شخص. سوف يملأ الناس مئات المجلدات، كما أنهم سيكون بإمكانهم المحافظة على معلوماتهم الوراثية في بطائق وراثية، وبهذه الطريقة سيكون من الممكن إقامة الفرق بين الأمراض حتى ولو كانت هذه الفروقات صغيرة جدا، وستظهر إمكانية العلاج الخاص للشخص أو الفرد. لأن الناس لا يجدوا الأطباء، أو لأنهم لا يجدوا العلاج، ولأنهم يعالجون في وقت متأخر أو بالعلاج الخاطئ، لن يعيشوا فترة من فقدان الأمل واليأس. سوف يتلقى كل محتاج المساعدة في تلك اللحظة.